اليوم ان شاء الله عندنا حفل تخرج، هذا هو الرابع اللي غادي يتخرجوا 85 ديال البنات. الهدف من هذا الشيء هذا هو ادماج هاد الوليدات اللي غادي يخرجوا ان شاء الله ربي في سوق الشغل. وكنشكروا السلطات المحليه وعامل صاحب الجلاله على المجهودات القيمه اللي كينوض بها. اليوم كيصادف حفل التخرج ديال الفوج الرابع من متخرجات مركز التكوين التدرج المهني درسا. هذا المركز هذا وانتج ما يقارب 400 ديال المتخرجات والمتخرجين في الاعوام الفارطه، طبعا تحت اشراف السلطه المعنيه وهي عماله تطوان، وكذلك تحت مع شراكه للتكوين المهني. هذا الحفل هذا كنحاولوا اننا نعدلوه في الاخر كل عام باش اننا نعطيو واحد الصوره جيده ديال التكوين المهني، وكذلك نعطيو واحد الصوره باش ان هاد البنيتات هادو وهاد الاولاد ديال المنطقه يتكونوا يبنيو المستقبل ديالهم وياسوا مقاولات المستقبل. بالنسبه للشباب المنقطعين عن الدراسه كنقول لهم باللي خصهم ضروري انهم يلتجؤوا للتكوين المهني، حيت هذه واحد البادره طيبه في, 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 في البلد ديالنا، وكتفتح افاق مستقبليه كبيره باش انهم كيبعدوا على الانحراف وكيبنيو المستقبل ديالهم وكيسهل لهم باش يدخلوهم في سوق الشغل. بمناسبة هذا الحفل أتقدم بالشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على هذه المبادرة الطيبة والالتفاتة القيمة لتدشينه لهذا المركب الاجتماعي درسا، وإعطاء فرص بالنسبة للشباب المنقطع عن الدراسة ليشقوا طريقهم نحو سوق الشغل بكل فخر واعتزاز. نعلم الطرز الرباطي في هذا المركز، ايوا انا نعلمو في اول مره على الماكينه، اخر ساعه انا نعلمو بلا ابره نتمك ليه اللي يطرزو لنا. ايوا نشكر السيد مصطفى الوهابي رئيس الجمعيه والسيد المدير وجميع الاطر اللي وفروا لنا هادشي في هذا المركز. انا متدرجه في مركز التنميه والمحافظه على الصناعه التقليديه في ورشه الحلاقه. كنبغي نشكر صاحب الجلاله الملك محمد السادس على هذه الفرصه اللي عطانا، وكنشكر السيد الرئيس مصطفى الوهابي اللي كان كيوفر لنا جميع المستلزمات اللي كنحتاجوها في ورشه الحلاقه، وكنشكر السيد المدير منصف الوهابي، وكنشكر المركز بصفه عامه على الفرصه اللي عطاونا وتعلمنا وقادرين نشقوا المستقبل ديالنا بهذه الفرصه اللي عطاونا هذه، وكنتمنى التوفيق للجميع.